مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. حبيت نعيد عليكم ونقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير عقب العام الجاي ان شاء الله. انا حبيت نشارك معكم روتيني نهار قبل العيد وش درت فيه كامل. نهار يوم عرفة ما صمت، كنت عيانة شوية ما صمت، وحبيت نشارك معكم الاشياء اللي وجدتها لصبيحة العيد. هنا الحاجة الاولى، حددت هذه الجبة تاعي تاع العيد اللي نلبسها مع العشية وكامل كي نكمل شغلي. وهنا كي كملت كامل في الليل وجدت سنيوة تاع القهوة باش الصباح نشرب القهوة. درت هادو الفناجل، ما حبيتش نجبد سنيوة تاعي الكبيرة الضوغي، وقاعد درت غير حاجة سامبل. درت هادوك الفناجل تاع الحليب ودرت الفناجل تاع قهوة كحلة، وحطيت هادو مالي سوتاس تاع الفناجل. يعني كي توجدوا سنيوة تاعكم في الليل خير، هكا باش الصباح تصيبوها واجدة. حطيت هنايا تاني طبخت كويار، حطيت السكريه، حطيت البقراج تاع الحليب، ما حبيتش ندير في التاغمو، حطيت غير في البقراج. كما قلت لكم شاركت معكم هنايا والتحضيرات اللي درتهم نهار قبل العيد، وشاركت معكم تاني نهار العيد كيفاش جوزتو. على بالي طولت عليكم على الفيديو شويه، مي دوك راح نحطه لكم ان شاء الله. هنا تاني تشديت هاد لي بابي طوخشون، طويتهم وحطيتهم في ال في هاديك تاع لي بابي كامل. هنا سمحوا لي نهضر بصوت شويه قليل باسكو ولادي راهم راقدين على بيها راني نهضر هكا. وهنا يا هاي لك سنيوه تاعي تاع صبيحه العيد كيفاش وجدتها، حطيت السكريه، حطيت كل حاجه. قعد لي غير الكاطو دوك تاني تنديرو في بوخت كاطو تاعو ونحطو فوق الطابله ونغطي كل حاجه. دوك راح نوري لكم الحلويات اللي وجدتهم، يعني كاين بعض الوصفات شاركتها معكم والاخرين ما شاركتهاش معكم. هنا درت هاد صابلي بريستيج، ان شاء الله مول العيد نحط لكم الوصفه. درت تاني معكم وصفه تاع الكيك، عاد راهي موجوده في القناه. مقرط تاع السنيوه هذا تاني درتو، لحبيتو نحط لكم الوصفه بعد العيد ان شاء الله. درت هادوك الهليلات تاع الكاوكاو، ودرت صابلي بالتوفيا، ودرت صبيعه تاع الكوفريد. يعني درت غير حبيبات حلوه، ما كترتش الكونتيتي، يعني درت كونتيتي صغيره. هنا هذا هو الشكل تاع المطبخ تاعي بعد اللي نقيته في الليل وخملته، خليته بهذا الشكل. حطيت هديه لاطوال سيغي اللي جايه في البلون، وحطيت لي سات دو طابل هذوك اللي في الدوغي. هنا خليت الكوزينه نقيه، هنا تاني تكون جوزت حشاكم من الشاف على الكوزينه باش تصبح لي الدنيا نقيه. والصالون تاعي تاني تخليته مخمل. هنا قعدوا لي هذوك الحوايج برك، ما قدرتش نطويهم باسكو عييت. هنا دوك نوري لكم شحال كانت الساعه، يعني هنا كنت هذا وين دوشت لولادي ورقتهم، كانت 12 تاع الليل، يعني هذا وين راني كملت. وهنايا نهار صباح تاع العيد حبيت نبدا لكم بهذيك الاغنيه تاع العيد تاعنا. نحب دائما الصباح نسمعها مع العيد مع الصباح. انا كنت نط صباح بكري، شربت القهوه تاعي، وجدت سنيوه تاع القهوه، يعني كنت موجدتها لافي. حطيت هاد الحلويات لهنا وطيبت القهوه وفيضت الحليب وشربنا انا والزوج تاعي. ودوك نوري لكم واش لبست. لبست يعني جبيبه هكا خفيفه باش نقدروا نخدموا بها الشغل. وكاين بزاف اللي ما يشربوش القهوه حتى يفطروا بعد الذبيحه باش يفطروا. حنا لا شربنا قهوتنا مع الصباح باش حبطنا لتحت، يعني درت العيد مع ناس داري، ذبحنا كاع كيف كيف. وهذه هي الجبيبه اللي لبستها، يعني كنت شفتوها معايا، خيطتها العام اللي فات مي ما لبستهاش بزاف. جايه لا كولور تاعها في الموتار، جايه بالنوار، ولبست لها هذيك البليغه في النوار. وديت الطابليه ويلا هبطت باش نبداو شغلنا.
يعني شاركتكم برك مقتطفات ما قدرتش نصور كيما على بالكم، باسكو كنا في غاشي وخفت نحكمهم ولا هنا كي كانوا يذبحوا، صورت لكم مقتطفات برك. ان شاء الله ما تزعفوش باسكو ما صورتش معاكم كل حاجه بالتفصيل. هنايا كي كنا نشوطوا في الزليف، يعني انا ما شوطش، انا التيت بالفطور ونسى الواسي وكامل التاو شوطوا الزليف وكامل. وهنا كيما راكم تشوفوا ولادي وراهم قاعدين، كانوا قاعدين في الارض ويلعبوا. هنا كي كان وقت الفطور وجدت هكا، درت لي سلطه، درت سلطه تاع الوراق، درت سلطه تاع الباذنجان والطرشي، شويه الحار هنا، يعني الطرشي والباذنجان شويتهم نهار من قبل باش نهار العيد ما نكونش مبريسيا ونبقى نجري. هنا تاني تشيخي كان جاب لنا نهار من قبل اللسان تاع البقري، درتو شطيطه حمراء بالحميصه باش يكفينا، باش هذيك الكبده تكفينا. يعني الفطور ما قدرتش نشارك معاكم كلش. هنا يديت لكم غير بعض الصور، ما قدرتش ندير فيديو باسكو كنت شغل حشمت كي كانوا كامل قاعدين، ما قدرتش نصور لكم كيما مداري. هنا قليت لي فخيت، قليت معاهم الكبده وسقيت هذاك الجواز وكامل ومع الشلاضه هذيك، وفطرنا وغسلنا الماعن وكملنا سيقنا. ومن بعد طلعت قباله دوشت وجبت شعري وماكييت، درت مكياج خفيف كلاغ. دوك نوري لكم واش لبست. انا قبل ما نلبس حوايجي بعد لي دوشت وماكييت شربت قهوه، لا يعني قهوه العصر، راجلي رقد وانا ما قدرتش نرقد، كنت عيانه ما قدرتش نرقد، شربت قهوتي انا وياه حتى العصر. ومن بعد باش رحت لبست الجبه نوري لكم واش لبست. اما بالنسبه للعشاء، العشاء ماشي انا اللي درت، كنت انا شويه عيانه، دارت مرت شيخي هي اللي دارت لنا العشاء، وحنا عاوناها نقينا معاها وكامل. وبالنسبه للعشاء ما صورت لكمش، يعني درنا شطيط حتى الزليف ودرنا الدواره. هنا تاني تصورت لكم وليدي واش كان لابس، يعني لبست له هاد الحوايج، هذاك البونتاكور كنت شريته له تاني في العيد، شريت له زوج، وهذا البول كان عنده تاني زياده. هنا الحنه، بالنسبه للحنه تاني درت له نهار العيد. هنا تاني توريت لكم هذا المقطع، درته لكم قبل نغمر ما نوريه لكم مقبل. هنا كي كملت كامل جبت شعري، رجعت كل حاجه لبلاصتها باش تقعد لي الدنيا مخمله. وهنا لبست هاد الجبه اللي جايه في الفاغ، وجايه القماش تاعها بارده، جايه فيها جايه بلي بير اللي وريتها لكم قبل نحدد فيها، وفيها هذاك الحزام في الارجنتي، ولبست لها بليغه في الارجنتي تانيت. يعني لبست غير حاجه سابل. ودوك نوري لكم الحوايج اللي شريتهم لنهار العيد، يعني شريت حاجه خفيفه برك، دوك نوري لكم واش شريت. وهنا يا البنات حبيت نوري لكم واش شريت للعيد. شريت هاد الجلابه، هاي الكستيل تاعها كيفاش جايه كامل مشبكه منايا، يعني هاد الموديل خرج جديد، بالك راكم شفتوه في الاسواق، جاي قماشها بزاف بارد تاع سيوفي، جايه في البلوغ، ولقيت بزاف لي كولور. وهذاك الحرج تاعها جاي في البرونز. هنا واش ديسيديت ندير معاها، ديسيديت نكاسي لها لو باج. هنا هاوليك من الفوق تاعها كيفاش جايه، جايه بزاف ستيل شباب. وهنايا لي مونش تاعها تاني شوفوا كيفاش جايين مشبكين، كي نلبسها نوريها لكم ملبوسه. هاي ليك هنا فيها هاد لي بيرل، هاي ليك ان شاء الله يعجبكم الكو ديالي. حبيت نبدل من لي غوب ولي بونتالون كلاسيك وكامل. هنا كاسيت لها هاد الساك جاي في الباج تاني، يجي مع الجلابه بزاف شباب.
وهنايا راح نلبس هاد الصندال هاي ليك دوك نوريها لكم بيان. هنايا هاد الصندال جايه للطالون تاعها شغل هكايا في البيج، والفولاغ اوسي درتو تاني في البيج، يعني هاد الثلاث حاجات كامل درتهم في البيج. ان شاء الله تعجبكم وقولوا لي رايكم عجبتكم ولا لا.